محبتي والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من هذا ديننا. الكلمة الطيبة تأسر القلوب وتطيب الخاطر وترضي الجميع وتهدي العاصي، لها أثر عظيم. أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها صدقة كما ذكرها الرسول الحبيب، ذكرت في القرآن الكريم فأكثر من موضع. ولكن يمكن أقول إن أعظم مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنا عن الكلمة الطيبة في قوله تعالى: ضرب الله، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتست من فوق الأرض ما لها من قرار. يذكر بعض المؤرخين أيضا عن الكلمة الطيبة قصة يهودي مع إبراهيم بن الأدهم. يقال إن يهوديا مر على إبراهيم ابن أدهم وأراد أن يستفزه، فقال له: يا إبراهيم، ألحيتك أطهر من ذنب الكلب أم ذنب الكلب أطهر من لحيتك؟ فقال له إبراهيم: والله إن كانت في الجنة فهي أطهر، وإن كانت في النار فذنب الكلب أطهر. فما كان من اليهودي إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طبعا هنتعرف على أثر الكلمة الطيبة ونتيجتها مع فضيلة الشيخ السيد أبو عامر من علماء الأزهر الشريف، ولكن دعونا نرحب به أولا. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ، نورتنا النهاردة. نور قوتك. طبعا أنا مش هقدر أقول عن الكلمة الطيبة أكتر من أن القول اللين والحسن له أثر عظيم في القلوب. يعني أن أنا أروح أتكلم مع أيا كان أساء إليه أو استفزني أو أيا كان اللي أنا هتكلم معاه، فإحنا عارفين إن بيبقى لها أثر يعني عظيم بينزل على القلب. زي نقول الماء الثلج. هتعرف لي الأول الكلمة الطيبة معناها إيه؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. المحمود هو الله جل جلاله والمصلى عليه والنبي المصطفى، فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيد الثقلين محمد بن عبد الله. أحبتي في الله، بداية أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. الكلمة الطيبة هي القول الحسن، سواء أكانت هذه الكلمة من الأب إلى بنيه، أو من الأخ إلى أخيه، أو من الإبن إلى أبيه. الكل سواء في الكلمة الحسنة التي تكلم عنها المولى سبحانه وتعالى وأوصى بها بني إسرائيل، فقال: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا. شوف يا أستاذة، وقولوا للناس حسنا، ربنا سبحانه وتعالى رفع مكانة الكلمة الطيبة وقدمها على الصلاة، فقال: وقولوا للناس حسنا. مش بس كده الصلاة بس والزكاة، قال: وقولوا للناس حسنا بعدها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكأن المولى سبحانه وتعالى بيقول قبل ما تصلح اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى: اصلح بينك ما بينك وبين أبيك، وما بينك وبين أخيك، وما بينك وبين جارك، سواء كان مسلما أم مسيحيا أم يهوديا. يعني حضرتك كما قال المولى سبحانه إن الكلمة الطيبة مقدمة عن العبادات، على العبادة. أصلح ما بينك وبين الناس قبل أن تصلح ما بينك وبين الله، حتى يتقبل الله لك العبادات. فقدمها الله سبحانه وتعالى على أول فريضة، فريضة الصلاة. من أقامها أقام الإسلام، ومن تركها ترك الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى قدم قبلها: وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. لما أتكلم على المعنى العام للكلمة الطيبة كده معناها إيه؟
الكلمة الطيبة في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى. لا أنا مش هتكلم لأن هي هتيجي في القرآن الكريم وهذكر مواضعها في القرآن الكريم، لكن أنا عايز أتكلم بالمعنى العام أو المتداول ما بيننا كده، لما أنا أقول إيه هي الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة هي القول الحسن، القول الحسن في عمومه، القول الطيب، القول الذي لا يسيء إلى الغير، هي هذه هي الكلمة الطيبة التي لا بد أن يتمثل بها المسلم لأخيه المسلم ولجاريه سواء كان مسلما أم كافرا أم غير مسلم. تمام. لما أجي برضو أتكلم عن كيف اهتم الإسلام بتحسين وتهذيب الألسن، اهتم الإسلام بتحسين وتهذيب الألسن فأمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه والناس أجمعين أن يتمثلوا بالأدب في القول والفعل، وأمر الوعاظ أن يتمثلوا بالقول الطيب في القول والفعل. يعني سيدنا موسى عليه السلام أمره ربه أن يقول القول الحسن لغير المسلم وهو رجل كافر بل ادعى الألوهية وهي فرعون. في قصة جميلة جدا بيقول إن أحد الوعاظ دخل على أحد الحكام، كان في واعظ دخل على أحد الحكام فبيقول للحاكم إيه؟ قال سأعظك وأشدد عليك في الموعظة، كان هديك حاجات كتيرة قوي في عدم الاهتمام وعدم الدين. فقال له إني سأعظك وأشدد عليك في الموعظة، فقال له ولما يا أخي وقد أرسل الله من هو خير منك وهو موسى بن عمران إلى من هو شر مني وهو فرعون صاحب الخزي والخسران، وقال لفرعون وقال لموسى اذهب أنت وأخوك إلى فرعون فقولا له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. فالقول الطيب ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به لأن بسببه كان كثيرا في نشر الدعوة الإسلامية إلى الله في أرض الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ وإن أحد من المشركين استجارك هعمل معي إيه؟ قال فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله. طب ربنا سبحانه وتعالى قال لي كل المؤمنين كل المسلمين؟ لا، قال وقولوا للناس حسنا. طب الراجل يسأل قول لي ازاي يا عم الشيخ اقول للناس حسنى، تجار مسيحي، هقول له ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه. طب انت قلت المسلمون، طب ازاي؟ ازاي بل الامر جاي للمسلمين بس؟ لا، ده في روايه تانية بقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، يبقى الناس كلهم مسلم وغير مسلم. ما انا برضو عايز اتكلم عن الكلمه الطيبه التي امرنا بها الاسلام وامرنا بها نبينا الرسول الحبيب مع غير المسلمين، هتبقى ازاي وكيف تكون؟ وهل تم ذكر يعني مواضع يعني موعظ طيبه او حسنه او قول حسن في القران الكريم مع المشركين؟ تمام. ولكن حضرتك كنت ذكرت حاجه دلوقتي بتقول ان الكلمه الطيبه ربنا امرنا بها او الاسلام عموما والشريعه الاسلاميه امرتنا بها. تمام. ان الواعظين لازم ان هم لما بيخطبوا بكلمه لينه وحسنه. طيب الكلمه هنا مرتبطه بالفعل، يعني لازم ان انا اطلع اخطب الناس واقول كلمه حسنه او كلمه طيبه او اوعظهم اقول لهم قصص وعبر ومواعظ، لازم اكون انا بعمل كده ولا ده غير مرتبط بده؟ الداعي الى الله يدعو الى الله وان كان مقصرا. يعني انا راجل دلوقتي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى بس افهم شو عن الاسلام، افهم شو عن القران، انا ربنا مش هديني ومش بعمل باللي انا بقول بيه بس ممكن اكون سبب في هدايه غيري، فادعوه الى الله فيهتدي فيكون سببا في دخول الجنه. انا راجل مقصر. الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من راى منكم منكرا فليغيره. ايوه، ما قالش عالم ولا مش عالم ولا قال اهل قران ولا مش اهل قران، لا، قال من راى منكم معشر المسلمين منكرا فليغيره. وعلى سبيل من راى منكم منكرا، كان في لسه حادثه حصلت مع صديقه من يومين. تمام. وشافت منكرا ارادت ان تغيره لسه بالظبط من يومين في المترو، وبعدين ايه انا عايزه اقول لك الشعب المصري في الاخر هي بتحاول تغير المنكر للاسف. تمام. طلعت هي الغلطانه. تمام. فانا عايزه اتكلم. تتلقى جزاءها عند الله. ولا وطريقه التغيير تكون ازاي؟ طريقه التغيير ابداها ازاي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه يعني وسلم يعني ابداها الاول مثلا انا شايفه ان اللي قدام اللي بيحصل ده حاجه غلط، ايا كانت ايه هي؟
سيدنا اشخط في اللي قدامي علشان يعني اخليه يعرض عن الفعل، ولا اكلمه بكلمه لينه وطيبه؟ على حسب الشخص اللي قدامي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. نعم. أنا دلوقتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الحديث إلى ثلاث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ودي حكاية ولي الأمر في البيت، رئيس الدولة في دولته، عمدة القرية في قريته، يبقى دي غير بإيه؟ بيده، لأن له السلطة. تمام. يبقى الجماعة دولك لو شفت منكر ماشي بندعي، الداعي بيدعو، الداعي الى الله يدعو. يبقى اول حاجه اللي هو هيغير غير بيده اللي هو الدوله او رئيس الحي او رئيس القريه، المسؤول. من راى منكم منكرا فيغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه. قلب لسانه هم العلماء والوعاظ والدعاة الى الله سبحانه وتعالى. فمن لم يستطع فبلسانه وهو اضعف القلب او اضعف الايمان. ايه بلسانه؟ اللي هو الناس العوام. انا دلوقتي اللي قدامي انا كواعظ انا بدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ما سمعش كلام الدعوه الى الله مش هيهتدي، يبقى هيشرد، هيعمل ما هو كل انا برضو هيعمل كل المعاصي. طب ما يعمل كل المعاصي هيكون المسؤول عن التغيير باليد هم ام تمام البلاد؟ انا بصل لمرحله دلوقتي انا فهمت ان التغيير باليد بكل الاولياء الامور والمسؤولين. تمام. التغيير باللسان العلماء. تمام. والدعاء. طيب. تمام. القلب كيف اصل اليه؟ ما هو يعني اعمل ايه بالقلب يعني؟ وهذا اضعف الايمان. انكر ما يفعله، ان انا مش راضي عنه. انا مش راضي عنه، والا لو رضيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى جبريل ان يهلك قريه. طب ما انا امتى اصل لده يعني؟ هو في طرق اصل ده، ولا انا كمواطن عادي؟ لا، مواطن كل ما عادي اشوف ضعيف. الضعيف. طب ما هو ازاي كل ما اشوف غلط في الشارع اسكت عنه؟ ما بالتالي هيبقى الفعل اللي انا شايفاه ده اللي مش قادر اتكلم عنه، الفعل المنكر، هيبقى اعتيادي، وده اللي بنشوفه دلوقتي. بنلاقي الشباب لابسه بناطيل مقطعه في الشارع. تمام. وشيء عادي جدا، ما حدش بيقول لهم ان ده العيب ولا حرام. تمام. بنات واولاد. تمام. الولد بيبقى، انا عايزه اقول لك، بشوف مناظر في الشارع يمكن احنا صعب يمكن اشوفها في دول اجنبيه او دول زي ما بنقول عليها كافره او مشركه، لان الدول دي عندها قوانين ملتزمين بيها، لكن احنا للاسف ما فيش رادع غير شريعتنا. تمام. فهل الشريعه قادره ان تجعل الشارع شارع ملتزم بالاخلاقيات، ولا لا انا المفروض عندي وسائل اخرى اتبعها في تنفيذ او في تغيير المنكر اللي في الشارع؟ تمام. هو اضعف الايمان هو التغيير بالقلب. بس التغيير بالقلب ده اخر حاجه. يعني دلوقتي الشخص واحد الشخص ده وصل جرمه ان ما حدش يقدر يعدله الا رجال الدوله او رجال القريه او مسؤولين. لو ما عرفوش واتساب او كان بعيد عن اعين المسؤولين والراجل بعيد خالص، خلاص الواعظ بيوعظه والشخص واحد. لسه لحد دلوقتي شخص واحد. طب الشخص ده الدولة ما وصلت لهوش علشان هو مخفي أو مش باين عند الناس، والوعاظ ما قدروش يهدوه بأمر الله سبحانه وتعالى، يبقى يفضل إن أنا أتجنبه. لأن تجنب العصاة من الممكن أن تكون دعوة إلى الله. يعني الراجل دلوقتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الناس الثلاثة الصحابة اللي تخلفوا عن الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيهم إيه؟ تجنب الثلاثة فعادوا إلى الله سبحانه وتعالى. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يبقى أنا دلوقتي الراجل اللي أنا مش قادر أغير معاه لا بإيدي ولا قادر أغير معاه بلساني، أنا بنكر عليه. إما تنكري على حد عزيز عليكي ولا بتعزيه شويه. اذا كده اللي انا فهمته من كلامك ان انا لازم اتبع الطرق الثلاثه. الطرق الثلاثه، واصل للقلب في النهايه حينما اعجز عن جميع ما سبق. انا عجزت عن جميع ما سبق، اقول انكر. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل الملك لاهلاك القريه، قال الملك: يا رب العالمين فيه رجل يعبدك. قال: به فابدا. ليه؟ لان ما امرش بالمعروف، ما نهاش عن منكر. تمام. انا معايا اتصال تليفوني من صفا، اتفضلي يا صفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك اسال الشيخ سؤال. اتفضلي معاكي. بقول لحضرتك يا شيخ، انا بيجي لنا ضيوف، يعني بيبقى جالسين بره ساعات طويله، ف بيقعدوا يجيبوا في سيره الناس والغيبة والنميمة. فأنا بقى
ابعد عنهم قليل او في الغرفه، بس الصوت بيبقى واصل لي برضه، واشغل على حاجه على الهاتف اقعد اسبح او حاجه، يبقى انا كده شريكه في الوزر برضه معاهم، بس ببقى سامعاهم برضه. تمام، اشكرك يا استاذ صفا على اتصالك، وفضيله الشيخ هيجاوب على حضرتك. ما هي كده وصلت لاضعف الايمان. لاضعف الايمان. لاضعف الايمان، هي غيرت. غيرت بقلبها. لا، هل هي، ما انا نسيت برضه اسالها، انت رحت قلت لهم ان انتوا اللي بتعملوه ده نميمه وهتاخدوا عليه؟ لازم تعرف الاول. لازم تعرف الاول. أروح دلوقتي تدعو الى الله. لان تدعو الى الله، لان دلوقتي مش معنى ان الدين مسؤول عن العلماء وعن وعاظ ان هو الراجل العامي ما يقدرش يوعظ. لا، يوعظ بلغوا عني ولو ايه. يعني انا راجل دلوقتي عمي مش متعلم ومش عارف اي حاجه في الدين، بس عارف ان اللي قدامي دي العادات، وابائي واجدادي قالوا لي ان ده عيب، فانا دلوقتي اقول لهم الغيبه والنميمه حرام. ده ابائنا واجدادنا علمونا ان الغيبه والنميمه تاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. فدلوقتي لازم تقول لهم لا، اللي بتعملوه غلط، وبعدين اخر حاجه خالص تعتزلهم. اخر حاجه خالص تقعد بعيد عنهم، لكن لازم تعرفوا. ممكن يكون ما يعرفوش، ممكن يكونوا متعلمين ومعاهم شهادات عليا وناس معاهم جامعات، بس مش عارفين. اصل مش معنى ان طبيب في الدوله او راجل عالم في الاقتصاد او يكون عالم في الدين، لا، كل له تخصصه. فهي تعرفهم الاول ايه الصح من ايه الغلط، بعدين اخر حاجه تعتزل. تمام، انا معايا اتصال تاني من ام عبد الرحمن. اتفضلي يا ام عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال حضرتك الشيخ؟ مع حضرتك. اتفضلي. السلام عليكم يا حضرة الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، ايه حكم ان الزوج يمنع الزوجه من بيت ابوها، يمنعها من زياره امها وابوها، ويقول لها اسمعي كلامي، اللي انت عايزاه اجيبه لك، ولو معيش فلوس اتصرف واجيب لك اللي انت عايزاه. طب هو في مشاكل ما بين الزوج ما بين اهل حضرتك؟ لا والله، لا والله ما فيش. المشكله الكبيره اللي احنا فيها. طيب تمام، صدقيني. بس يعني مشكله كبيره قوي انا واقع فيها مع جوزي، من بين اهلي برضه، انت عارفه الاهل والزوج وكده. فانا بس عايزه يعني اعرف ايه، طب اتصرف كيف ولا كده؟ ما هو برضه انا كنت عايزه اعرف ايه اللي يخليه من حضرتك من ان انت تزوري اهلك يعني؟ مع ان العلاقه والله كويسين خالص، والله كويسين خالص، وعندي كل اللي يشوفهم يشكر فيهم. بس هو مشكلته من زمان كده مع والدته، انهم ما يحبوش يروحوا عند حد ولا حد يدي لهم. هو في ناس فعلا. انا كنت 17 سنه زواج يعني منه، متجوزين 17 سنه. هو حضرتك متزوجه من كام سنه؟ من 17 سنه. يا حضرتك اسالي دلوقتي. ماشي يا امه. ماشي، فضلت الشيخ هيجاوب على حضرتك. تمام. واشكرك على اتصالك. احنا اتكلمنا عن المساله دي في اول الحلقه. انا برضو نسيت اقول لها، انت من 17 سنه مش بتزورهم ولا ايه؟ احنا اتكلمنا عن المساله قبل كده، وقلنا طاعه الزوج لها مكانه، وطاعه الاب والوالدين لهم مكانه. فطاعه الزوج هي دلوقتي بيكون في بيت ابوها مسؤول عنها لحد ما تتجوز. اول ما تروح بيت جوزها بيكون مسؤول عليها. ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. على الرغم أن في عليه كلام كتير. تمام، ولكن إيه إحنا نقول إمتى أن أصل لهذه الدرجة؟ لما الزوج ألاقيه بيأدي كل قايم بواجباته وقايم بما له وما عليه. هو دلوقتي أما أنا بجاوب كده ليه؟ لأن الراجل قايم بواجباته وما له وما عليه إلا أنه يمنع زوجته. يعني هي يمنع زوجته. هي تستطيع أن تقول لزوجها لا تذهب لبيت أهلك؟ ما هو كمان مش هيرضى. الرجل فهنا أنانية، وهنا مفهوم القوامة غلط عنده. القوامة، معنى القوامة في القرآن أن يكون الرجل خادما لأهل بيته. مش القوامة اللي هي فرد الدراع. أنا بقول لحضرتك هي بالظبط، هي كده مفهومها غلط عنده، هي واصلة له غلط. لا، هي المفروض بقى تسأله إيه المانع أو إيه الأسباب اللي تمنعك من كده. وبعد كده هو ليه القرار؟ هو ليه القرار؟ وهو متحمل الذنب، زي ما قلنا قبل كده إن الرحم تصل إلى الله، ويقول لها وعزتي وجلالي لأوصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. هو الراجل دلوقتي متسبب في معصية، متسبب إنه يمنع زوجته من غير سبب. لو في أسباب نتناقش. انما دلوقتي ما فيش اسباب، هو منع زوجته ليه؟ طب هو يتحمل الذنب الى الله سبحانه وتعالى. ولكن يبقى كتير كده الزوجه لما تسال امام الله سبحانه وتعالى، هل تستطيع ان تذهب لبيت اهلها بدون علمي؟ لا، ولا هيبقى حرام؟ لا، حرام.
هو انا اقدر اقاطع امي وابويا علشان خاطر زوجي مش عايز؟ لا. لا انا شخصيا ما اقدرش اوافق على هذا الراي. لا مش 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 الحكايه موافقه ولا مش موافقه. لا هو اصلا الشريعه الاسلاميه بتامرنا، حضرتك لسه بتقول الله سبحانه وتعالى امرنا بصله الرحم، فكيف يعني اقطعها؟ انا قلت المتسبب، فكيف اقطع عن من اراد الله ان يصل المرأة ان يصله؟ المرأة يعني الزوجة دلوقتي امام الله برأت نفسها، يعني هي امام الله تصل رحمها، يعني هي قدام ربنا سبحانه وتعالى كده بتصل للرحم. انا بتكلم عن الذنب، وانا بقول قطع الرحم حلال، انا بقول انا ما قلتش متحمل الذنب تمام، بس هي تخرج بدون اذن زوجها. هل اكتفي فقط ان يتحمل الرجل الذنب واقعد ساكته كده؟ افرض مامتي تعبانه، افرض ابويا محتاجني وما عندوش بنت غيري، ما في ظروف لازم انظرها من كل الجوانب، مش هاخد ان ربنا امرني. طب ربنا امرني في حاله ايه بالظبط؟ ما هو انا مامتي تبقى تعبانه ومريضه وما خلفتش مثلا بنت غيري واروح اسيبها عشان زوجي مش عايزني اروح ازورها؟ لا طبعا. لا ترفع امره الى القضاء، ترفع قضيه. أمعى اتصال تاني من أم يوسف، اتفضلي يا أم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أسأل حضرتك سؤال. مع حضرتك اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا لي أخ أصغر مني فساعدني قوي في موضوع الصلاة، يعني دايما أكلم بالحسن عن الصلاة وهو متعلم كويس وشاب مكافح، إنما موضوع الصلاة والعبادة سبحان الله يعني بعيد كل البعد، وتعبنا معاه والدك ووالدي، وأنا كمان كلمته كتير قوي بالحسنى وكذا مرة يعني أشد على جامد، هو أصغر يعني مني، فمش عارفة أعمل معاه إيه يا شيخ، وبجد والدي ووالدتي تعبانين منه جامد، عارفين نتصرف معاه إزاي؟ نقطعه يعني ونقسى على جامد ولا نعمل معاه إيه؟ تمام، أشكرك يا أم يوسف على اتصالك، وده الشيخ يجاوب على حضرتك. أولاً دعوته إلى الله بالحسنى إلى الصلاة. يعني إيه الكلام؟ اجيب له الادله من القران ان كان رجل متعلم، يعني اجيب له ادله من القران وادله من السنه وايه مكانه الصلاه، يمكن يلجا الى الله سبحانه وتعالى. يبقى ادي اول دليل بالقول، اول دليل بالقول. اوجهه لشيخ، لو انا مش عارفه مثلا ادعوه الى الصلاه يبقى اوديه لشيخ يعلمه ازاي الصلاه ويفقهه في الدين. طب عجزنا، يبقى لو هو صغير ماشي، وزي ما قالت لو هو صغير يعني، يبقى لازم تقومه الى الصلاه بالضرب، اضربوهم عليها وهم ابناء سبع، علموهم وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. يبقى لازم تدعوه الى الله بالحسنى وتعرفوا ان الصلاه دي عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين. فقط تمام. نرجع تاني نكمل حديثنا عن الكلمه الطيبه، وبرضو احنا في مواضيع كثيره في القران الكريم تكلمت عن الكلمه الطيبه. يمكن في قصة سيدنا موسى مع فرعون كانت قصة جميلة عن الكلمة الطيبة، فلو حضرتك ذكرتها لنا يمكن المشاهدين ياخذوا منها موعظة وعبرة. ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى بن عمران إلى فرعون فقال له يا موسى أنت وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فرعون إلى فرعون إنه طغى، الطغيان اللي هو زيادة الحد. الراجل مش بعيد عن ربنا، مش ترك صلاة، مش ترك زكاة، لا ده قال أنا ربكم الأعلى. قال أنا ربكم الأعلى، مش بس قتل الأبناء، مش بس ده استحيا النساء. وربنا سبحانه وتعالى قال له اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لحبيبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي أحسن. ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى إن هو يذهب ويتكلم بالقول اللين، مع إنه كان قادر إن هو يتكلم معه بعنف، مش بس يعني مش لا مش كلام لين، كان ممكن يهدده، وكان ربنا يقدر ينفذ لسيدنا موسى تهديده لو هو أراد، يعني لو قال له والله إن لم تؤمن بالله ليفعلن الله بك كذا وكذا. تمام. وكان الله سبحانه وتعالى قادرا على ذلك، فليه بدأ بالكلمة الطيبة دي اللي حضرتك هتجاوبني عليها، ولكن معذرة بعد ما أخذ الاتصال اللي معايا أم مي. اتفضلي يا أم مي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، تسلمي. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ مع حضرتك اتفضلي. ازيك يا سيدنا؟ الله يخليك، الله يعزك. كنت عاوزة أقول لك إنه في أيام الحمل بتاعتي صمت أسبوع واحد من شهر رمضان. تمام. وبعد كده الدكتور قال لي إن أنا أفطر بقية الشهر عشان خطر على الجنين وكده. تمام. وبعد كده بقى طلعت مبلغ كويس يعني بدل الصيام، فهل عليا ان انا اعوض الايام دي ولا خلاص؟ تمام.
اشكرك يا ام مي على اتصالك وفضلت الشيخ هيجاوب على حضرتك. هي دلوقتي انتقلت، هي ما قدتش الايام اللي عليها، ولكن انتقلت على طول باخراج اسمه ايه الفديه عن كل يوم. الفديه هتطلع فلوس في حاله ان خلاص دخول الشهر رمضان بتاع السنه الجايه خلاص دخل، انما هي دلوقتي مطالبه بالقضاء اللي عليها مش باخراج الفديه. يعني اذا الفديه لا تجزي، الصيام ربنا سبحانه وتعالى وان تصوموا خير لكم. نعم. يبقى لازم اول حاجه الصيام، مش ادرع الصيام بسبب مرض هيمنعها خالص لعد رمضان الجاي زي خلاص طلع السكري مثلا اي مرض، اي مرض مش هيطلع، هي عندها مرض ولا حاجه ومش قادره تقدر تصوم والله بتسال الدكتور انا ينفع اصومه في الايام المقبله قبل رمضان؟ تصوم، لا طلع الفدية تمام. لكن الخراج الفدية قبل الصيام لا تجزي، لا يجزي، يعني هي لابد ان تعيد مرة ثانية. لازم تصوم. تمام. لماذا بدأ سيدنا موسى اولا بالقول اللين والطيب مع فرعون؟ ربنا سبحانه وتعالى مش مع فرعون بس، مع كل الناس. يعني بيقول لك يتسلط الكون كله على ابن ادم. الكون كله بيتسلط على ابن ادم. فتقول السماء يا رب العالمين دعني أنزل صاعقة على ابن آدم فإنه أكل خيرك وعبد غيرك، وتقول الجبال دعني أنطبق على ابن آدم فإنه أكل خيرك وعبد غيرك، وتقول الأرض دعني أبتلع ابن آدم فإنه أكل خيرك وعبد غيرك، وتقول الأنهار دعني أغرق ابن آدم فإنه أكل خيرك وعبد غيرك. شوف القول الحسن اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به سيدنا موسى ان هو يقول الواحد قال انا ربكم الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للكون ايه بقى؟ بيقول هل خلقتم عبادي؟ قالوا لا يا رب العالمين. قال فدعوني وعبادي فوعزتي وجلالي لو خلقتموهم لرحمتموهم، فوعزتي وجلالي انا ارحم عليهم من الام بوالديها. ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى عليه السلام ان هو يقول لفرعون القول الحسن الاول ويدعوه بالتي هي احسن، لحد ما جاب له الايات العصا اخراج اليد وجاب له كل الايات، ما هو السؤال فكذب بها خلاص. دي النهايه بقى في الاخر، كذب وما صدقش ومصمم واصر على دي الاهلاك بالياد، ومات كافرا. دي الاهلاك بالياد. تعرفي ان فرعون وهو في غرقه نادى سيدنا موسى كم مره؟ نادى له كم مره؟ 70 مره. يا موسى اغثني، يا موسى اغثني، يا موسى اغثني 70 مره. شوف ربنا سبحانه وتعالى يوحي الى موسى عليه السلام وقال له يا موسى استغاث بك 70 مرة، 70 سنة، 70 مرة، فوعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني قريبا مجيبا. يعني مع فرعون اللي قتل واستحيا النساء وقال واستحيا النساء وقتل أبناء وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ يقول استغاث بك 70 مرة فلم تغث، وعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني قريبا مجيبا. طب ما قال آمنت بالذي قد آمنت به بني إسرائيل. شوف قالها تكبرا. هو لو مؤمن بالله كان قال آمنت بالله. إنما شوف اللفة، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني التكبر وهو بيغرق كمان. يعني الراجل بيغرق بيموت. ولكن في الحته دي بالذات كده في قصه لسيدنا جبريل وقال ان هو قبض روحه سريعا وخاف ان يستجيب الله لطلبه وينقذه. فلو حضرتك ذكرتها لنا بس بعد ما اخد اتصال اللي معايا ساره. اتفضلي يا استاذه ساره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك اتفضلي. كان عندي سؤال، يعني مش بمناسبة الكلام اللي حضرتك بتقوليه في البرنامج، بس سؤال خارجي يعني. اتفضلي. كان أنا متجوزة وعندي بنتين وكده، بس جوزي مش دايم في شغلانة، يعني كل ما اشتغل شغلانة يقعد شوية فيها ويمشي، ومعندناش بركة كده في البيت ولا في الفلوس. بس فكنت عايزة أعرف ده من إيه، يعني مفيش حاجة عاملينها غلط ولا مفيش حاجة حرام. مش بالضروره والله يا استاذه ساره، هي دلوقتي الفلوس ما عادش لها بركه لوحدها. يعني احنا في ازدياد اقتصادي وفي انخفاض مرتبات. ماشي يا استاذه ساره، اشكرك على اتصالك وفضلت الشيخ هيجاوب على حضرتك. تمام. يعني مشكله البيوت كلها تقريبا ما فيش بركه في المرتب في الفلوس. ربنا سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. نعم. أول حاجة أول حاجة بتقوم عليها البيوت أو أول حاجة محببة للنفس أو أول حاجة الناس كلها عايزاها الفلوس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والله أنت من الصابرين يبقى ربنا سبحانه وتعالى لازم يرفع عنك البلاء. ماشي. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دلوقتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ماديا أفقر الناس. وتقول سيدة عائشة كان يمر على رسول الله الهلال والهلالين ولا يوقد في بيت رسول الله نار. يعني شهر وشهرين. شهر وشهرين يعدوا. انت عارف عن ايه بيت ما تولعش فيه ولعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ده الصحابة كانوا راحوا يشتكوا لسيدنا النبي. الصحابة يشتكوا لسيدنا النبي وبيرفعهم بيطنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقاهم مربطين حجر فرفع النبي عن بطنه فوجدوا حجرين. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اصلي المال يعني فتنة كبيرة وابتلاء كبير جدا. نعم. المال يعني ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى حديث ابن عباس وعدمه فهو ابتلاء. حديث ابن عباس في وجوده لعدم ابتلاء. حديث ابن عباس قال لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثانية ولو أعطي ثانيا لابتغى ثالثة ولو أعطي ثالثة لابتغى رابعا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يعني الإنسان كده كده بيجري ورا الماء ولا ورا الماء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ بيقول حديث جميل جدا. بيقول يكبر مع ابن ادم شيئان. في حاجتين بيكبروا مع الانسان. هو بيكبر وهم بيكبروا معاه. اول حاجه طلب المال وطول العمر. الحاجتين دولك الواحد لما ربنا بيديله بيبقى عاوز تاني. بيديله بيبقى عاوز تاني. بيديله بيبقى عاوز رابع. طب ربنا ما ادانيش ده ابتلاء. يبقى لازم اصبر عليه حتى يرفع الله بلاء. ازاي؟ قال البلاء لا ينزل الا بالذنب. والله ما فيش فلوس يبقى شوف ممكن انا بعيد عن ربنا. طب افرض ما فيش ذنوب برضو ما فيش ذنوب يبقى ابتلاء برضو. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء. يعني مش علشان انا بعيد يعني عشان انا كويس يبقى ما فيش بلاء. ايوه ما انا مش ربنا لازم مش أشد معايا فلوس الناس بلاء ان انا عندي ذنب لان الرسول ما كانش انا بقول شوفي ده والانبياء كلهم كانوا افقر الناس كانوا افقر الناس. ان دلوقتي بقول لك شوف ممكن يكون البلاء دي بسبب ذنب ممكن يكون بسبب قمار ممكن يكون الزوج بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وبيلعب قمار وميسر والحاجات دي كلها. طب ما دي بتنقص من اموال. طب ما فيش وانت قريبه من ربنا والبيت كله قريب من ربنا يبقى ابتلاء وما عليك الا بالصبر. فان البلاء لا ينزل الا بالذنب ولا يرفع الا بالتوبه. يبقى لازم نرجع لربنا. ابني ما بيصليش اخده اقول ما بيصليش ليه ونرجع كلنا لربنا. والله المال ما جاش يبقى لازم اصبر على بلاء الله حتى ياتي الفرج من عند الله. فالصبر مفتاح الفرج. تمام. نرجع ده حتى بقول لك يعني قصه مشهوره وجميله جدا. بيقول واحد حرامي واقف قدام القاضي فبيساله بيقول له انت ازاي بتكسر الخزنه بايدك؟ حاجه عجيبه. قال له يا سياده القاضي الا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحد. يعني الراجل بيسرق وبيعز بيسرق وبيعز وتقي. يعني بيقول الا بالتقوى تبلغ ما تريد وبالصبر الا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديث. ما شاء الله. يعني شوفي فيلسوف فيلسوف كبير. ماشي. نرجع ونكمل قصتنا. قصه فرعون وموسى وكان في النص كده سيدنا جبريل حينما اخاف ان الله سبحانه وتعالى يقبل توبه فرعون. فرعون عاش 500 سنه. يا 500 سنه 500 سنه لم يشاك بشوكه. لم يشك بشوكه ما جاتش يميته شوكه. فسيدنا موسى بيسال ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ازاي يا رب العالمين انت ما يعني ما اذيتوش لا مره جاله مرض ولا مره قللت من فلوسه. قال له حسبك يا موسى لئلا يكون له حجه عندي يوم القيامه. انا عايزه جيلي عمره ما وقع في ذنب ولا عمره ما وقع في ضيقه. عشان لو وقع في ضيقه هيجي يوم القيامه يقول له يا رب انا كنت فقير رب انا كنت محتاج رب انا لا ده عايزه نضيف عشان يجي لي واجازيه بقوله انا ربكم الاعلى. الراجل بيقول انا ربكم الاعلى. يعني ده حاجه كبيره جدا. ده قتل الابناء واستحل النساء وعمل كل الذنوب. فانت عايز يصاب في الدنيا عشان يجي لي يوم القيامه يقول ده ما انت عملت لي في الدنيا. لا
فربنا سبحانه وتعالى شال حتى المسلم. ربنا سبحانه وتعالى لو حب يغفر لواحد المريض يزود عليه المرض فيلقى الله خاليا فيدخله الجنة بلا حساب ولا عقاب. تمام. أنا معايا مداخلة من محمد. اتفضل يا أستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته أستاذ محمد. أنا عاوز أكلم بس فضيلة الشيخ في حاجة يعني مهمة شوية. مع حضرتك. تحت أمر حضرتك. اتفضل. فضيلتك سيادة الشيخ أنا بقى الحمد لله أنا بصوم وبصلي. تمام احنا سامعينك. سمعنا من التليفون يا فندم. ما عملش يعني أي حاجة غلط الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيك. بس أنا بتعاطى مخدرات. تمام. سؤال حضرتك بقى. سؤال حضرتك واسمعني من التليفون. هو ده السؤال حضرتك. يعني انت حضرتك ازاي تبعد عن المخدرات؟ انا بصلي وبصوم وبعرف ربنا وما بعملش حاجه تغضب ربنا بس انا بتعاطى المخدرات. تمام. اشكرك على اتصالك يا استاذ محمد. الاول المخدرات عايزين نعرفها اللي هي سواء البرشام اسمه الاستروكس او غيره وانواع الادويه كلها اللي هي بنقول عليها برضو مخدرات. الحشيش وكل مشتقاته. تمام. هي نفس ذنب الخمر. تمام. هو ده اللي عايز حضرتك تعرفه. ان ما ينفعش واحد يقول اصل انا بشرب حشيش فانا مش بشرب خمر، انا بشرب برشام فانا مش بشرب ما مسكر. اسكر كثيره فقليله حرام. نعم. هو اي حاجه هتغيب عقلي على ربنا سبحانه وتعالى ابعد عنها. طب عشان اجاوب لحضرتك على السؤال ده في قصه عايز اذكرها. سيدنا عروه بن الزبير راجل كان قريب من ربنا جدا. شوف سيدنا عروه بن الزبير كان عنده ولاد كتير جدا. فالمهم هاجر لبلد. اول ما دخل البلد داخل معاه اولاده وراجل بصحته وكل حاجه. فمو اول ما دخل جاله مرض الغرغرينه. مرض في القدم. في الساق. اول ما جاله مرض الخليفه قال للراجل يجيلي سليم ويطلع مريض. أنا لازم أحاول أعالجه. فالأطباء كلهم أجمعوا على أنه لا علاج لهذا الرجل إلا بتر ساقه. لازم رجله تتقطع وإلا المرض ده ينتشر في كل جسمه. المهم قال لهم يا جماعة أنتوا عايزين تقطعوا ساقه؟ قالوا آه. فجم يدوا له نوع من أنواع المخدر. مخدر ده إيه؟ للضرورة. ده حاجة للضرورة. ما هنا بقى أنا بتكلم في الضرورة فما بالك بالأخذ العام. لا ما في الضرورة برضه هو لو أنا هقول في أدوية منومة. بيتعطاها مرضى فدي ملهاش دخل يا جماعه احنا الا ما اضطررتم اليه. هل الا ما اضطررتم اليه دي قاعده. فالراجل بقى يعني خارجه بقى عن اللي احنا الذنب المعتاد. تمام. وسيدنا عروه رضي الله تعالى عنه وارضاه لما جم قالوا له لازم نديك مخدر قال لا تعطوني شيئا يغيب عقلي وقلبي عن ربي. انا مش عايز اي حاجه تبعد عني. قالوا طب نعمل معاك ايه؟ قال لهم انا هصلي ركعتين لله وانا في السجود اسحبوا رجلي واقطعوها. شوف الموقف عامل ازاي. شوف الموقف. لا ده كان كمان هياخد زي البنج دلوقتي. يعني حاجه يعني هو بيدوا له حاجه تخدر مكان الجرح وخلاص عشان ما يحسش. قال لهم بس انا اول ما ادخل الصلاه اسحبوا رجلي واقطعوها. شوفي سيدنا عروه بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه. شوف الناس كان بتصلي ازاي. كانوا بيصلي كان احد الصالحين كان بيقول كنا نصلي لله وكأننا واقفون على الصراط والجنة عن أيماننا والنار عن يسارنا والدنيا خلفنا والآخرة أمامنا والله مطلع علينا ولا ندري أقابله الله أم ردها علينا. شوف كان بيصلي ازاي سيدنا عروة بن الزبير وهو بيصلي مد رجله أو سحبوا رجله راح أقطعنها. بعد ما خلص صلاة أقول لهم إيه؟ هل فرغتم من قطع ساقي؟ ده ما حسش. هل فرغتم من قطع ساقي؟ لسه الراجل ما كملش كلمتين فدخل عليه واحد قال له كان لك اولادا فوقع احدهم من على السطح فمات. شوف البلاءات نازله ازاي؟ شوف البلاءات وايه عن غير قصد. الراجل بياخد مخدر من غير قصد ده عشان خاطر علاج. شوفي فقال اعطاني الله قدمي فاخذ احدهما وترك الاخرى فله الحمد على ما أعطى وله الشكر على ما أخص. أدي واحدة. وأعطاني أولادا فأخذ أحدهم فله الحمد على ما أعطى وله الشكر على ما أخص. شوفي الراجل دي كان بياخد حاجة هتغير عقله
ده الصبر عشان بقى. علاج ده هنا وتسبب الصبر. اه فما بالك بقى باللي ياخد حاجات الحاجات عامه. الراجل بقى هو الراجل بيصلي أيوة والراجل لسه بيصلي بيقول وبيصوم وبيصوم كل وبيعمل حاجه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث جميل جدا، قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. نعم انت راجل دلوقتي، انت راجل المخدرات راجل دلوقتي، انت بتصلي وبتصوم وبتزكي وعامل كل شعائر كل الاسلام ده مش هيجزي. وربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك. يعني ربنا مطلع عليك. هو انت اما تصلي ربنا هيطلع عليك، اما تيجي تشرب مخدرات ربنا مش هيطلع عليك، اما تيجي تطيع ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكون مطلع عليك، اما تيجي تعمل معاصي ربنا مش هيطلع عليك. يبقى لا، انا بصلي، انا مش هقول لك امنع المخدرات مره واحده، ده اصلا احنا مش عارفين التدريج. ان ذنب التدريج شرب المسكر ايا كان بقى نوع المسكر لا تقبل صلاته لمده 40 يوم، فتخيل هو اكيد معتاد على شرب المخدرات، فاين تتقبل بقى صلاه وصيام وقيام وزكاه؟ معتاد، وان شاء الله ربنا يعني يشفيه ويبتعد عنها. ما هنا بقى الله. النصيحه، انا عايزه إيه النصيحه بقى، ايه اللي يعمله بقى؟ ايه النصيحه بقى؟ ايه النصيحه؟ ايوه دلوقتي الراجل بعيد قريب من ربنا اه وقريب من المخدر في نفس الوقت. ماشي، انت لما تيجي تقرب ربنا لازم التدرج. لما تيجي تحرم على نفسك حاجه لازم التدرج. ربنا سبحانه وتعالى لما جه حرم الخمر قال لها حرام الخمر، قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. يعني معنى كده هتصلي هتصلي وانت مش سكران حلال، انما الصلاه في حال السكر حرام. طب قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ده في اخر ايه حاله، قال رجس من عمل الشيطان. وقبلها يعني شوف التدرج، يعني اول حاجه قال لهم ما تقربوش الصلاه. بعدين قال يسالونك على الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير وما نافع للناس. شوف التدرج. ثالث حاجه قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى هنا التحريم. انت دلوقتي مش يستحيل تبعد عن المخدرات مره واحده، يبقى لازم التدرج. انت بتشربها بكثره قد ايه؟ تشربها 50% 100% على مدار الشهر. ماشي، خليها 50، خليها 10 حتى تنعدم. ولكن برضو في مصحات كتيرة للإدمان، والإدمان مش بس تمام. يعني كل أنواع الإدمان أيا كانت نوعها إيه، ممكن حضرتك برضو تتصل بأي من المصحات دي، في مصحات مجانا وموجودة على السوشيال ميديا، ممكن حضرتك تسأل عنها أي حد وتتواصل وتروح للمصحات دي وتتعالج من هناك، وهم بيعالجوا حالات الإدمان مجانا اللي هي عايزة بالفعل تتعالج. تمام. أنا معايا اتصال آخر من أم أحمد، اتفضلي أم أحمد. أم أحمد موجودة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ، أقول له إن في ناس واحدة وواحد أذوني وظلموني لدرجة إن هم حطموا حياتي وجسمي، حطموني أنا وأولادي، فجم يطلبوا مني إن أنا أسامحهم، فأنا مش قابلة أسامحهم خالص إن شاء الله حتى لحد آخر يوم في عمري. عايزة أسمع فضيلة رأي الشيخ يقول لي إيه. ماشي، اشكرك يا ام احمد على اتصالك. ماشي، فضلت الشيخ يجاوب على حضرتك وسريعا لان حلقتنا انتهت. تمام. هو دلوقتي يعني لو الامور متعلقه بامور ماديه وهما جايين يستسمحوك، لازم يرد المال ولازم يرد الحاجات دي، وانت حضرتك الواجب على حضرتك ان لازم تستسامحيهم ولازم تعفو عنهم، لان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن الناس اجمعين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أذي في ماله وفي عرضه وفي ولده. لما الراجل جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أزف ماله، يعني الراجل آذى رسول الله في مال وأخذ بمجامع ثوبه، يعني مسكه من هنا وقال له يا رسول الله، قال له يا محمد أعطني فإن المال ليس مالك ولا مال أبيك، ليس مالك ولا مال أبيك. فقال له هذا الوادي من الغنم هو كله لك. قال تستهزئ بي يا محمد؟ قال لا، والذي بعثني بالحق هو كله لك. فذهب الرجل إلى قومه وقال جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني لو الناس دولك أذوك في المال يبقى لازم يرد المال، والواجب على حضرتك أنك تسامحيهم. واجب على حضرتك. أذوك في عرضك لازم يجي يستسمحوك ويشهدوا أن كلام اللي قالوه غلط، والواجب على حضرتك لازم تعفو عنهم لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عن الناس. في النهاية الكلمة الطيبة نقدر نقول أن هي صدقة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرة حسنة. في نهاية حلقتنا بنشكر فضيلة الشيخ السيد أبو عامر من علماء الأزهر الشريف، وأشكركم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر، وهذا ديننا. دين السعادة والمحبة والجمال، دين السماحة والإجابة.
والسؤال